فرط الحركة والتشتت في الانتباه كان بيأثر عليا في حاجات كتير وأنا ما كنتش حاسة وما كنتش عارفة. اكتشفت إزاي إن أنا عندي ADHD. أنا أم لطفلين، ابني الصغير كان اتشخص إن هو ADHD. أنا كنت حاسة بيه لأن هو كان نفس شخصيتي بنفس التركيبة، فأنا كنت بعرف أتعامل معاه ودايما كنت بحفز المدرسين بتوعه في المدرسة إن هم يتعاملوا معاه بنفس الطريقة اللي أنا بتعامل معاه، لأن أنا شايفة إن الحلول دي هي اللي بتنفع للشخصية بتاعته، لحد موقف معين واضطرينا نروح لدكتور في متخصصة في الطب النفسي للأطفال. ولما رحنا الدكتور شخصتني أنا وابني إن إحنا ADHD. وانا اول ما بدات الشموع كان بالنسبه لي اللي هو هوايه ولعبه انا بفرغ فيها طاقه عشان تزود تركيزي وعشان تقلل الاعراض بتاعه ADHD. وبعد كده لما بدات اركز، طب ما انا بعمل حاجه حلوه واقدر اطورها في نفس الوقت، انا مستفيده ان انا بعمل حاجه بحبها وبعمل حاجه بتساعدني ان انا ابقى اتخلص من عيوب او من مشاكل الـ ADHD. وفعلا لما جيت فكرت فيها ركزت انه في مصر مفيش الثقافه بتاعه العود والمسك في الحاجات اللي زي كده، غير مثلا البخور موجود والناس كلها عارفاه بريحة المسك والعود، لكن الشموع أو الكاندلز قليل قوي لما تلاقي حد بيركز في الحاجات في العطور العربية. وأنا بحكم إن أنا عشت تقريبا 4 سنين في السعودية فكنت اتعلقت جدا بالعطور العربية، فقلت طب ما أنا أجرب كده ونشوف إيه الدنيا. والحمد لله الموضوع نجح جدا، وبدأت أطور من كل حاجة أنا بعملها، وبطور فيها بحب، مش في سبيل بس المكسب أو إن أنا بعمل حاجة، لا أنا فعلا حابة الموضوع لأن أنا بلاقي نفسي مركزة بشكل غير طبيعي